السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي أطباق الأمان. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم بغيت نقدم لكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ وما تنسونيش من الإعجاب والاشتراك في القناة، وتخليوا لي كومنتير وتبارتاجيو الفيديو إذا عجبكم إن شاء الله. اختاريت إن شاء الله نقدم لكم هذه الحلوة اللي كتجي باردة ورائعة وعاقدة شادة فراسها، يعني بدون جيلاتين ولا إضافات وبدون طراب كهربائي قط للطراب يدوي. بالنسبة للي ما عندهاش طراب كهربائي، كنحتاجو لبودواغ 200 غرام ديال البودواغ، وشوكولاتة بيضاء مدابة، والخشخاش أو لا لباف. هنا كناخد أصابع ديال البودواغ، هذه فقط طريقة ديال الزين. إذا بغيتو تخليهم هكذا خليهم، كنغطسهم في الوجه ديالهم اللي فيه السكر، كنغطسو في الشوكولاتة البيضاء مدابة. صافي، كنحطهم وكنزينهم بالخشخاش، وانتم تزين كيبقى لكم اختياري. هنا نكمل الأصابع ديالي زين. هما أصابع الملعقة زينتهم بهذا الشكل كما كتشوفو. هنا خديت 600 مليلتر ديال الكريمة كريمة الخفق، كنطربها غير طراب يدوي. درت معاها 6 معالق ديال السكر كلاصي، كنبدا نزيد بشوية بشوية. غير هنايا باش كطلع الزربة، أنا خديت كيف كتشوفو البولة ديال لي غنخدم فيها، درتها في فريغو غير واحد شويه بالماء بردات، وحتى الكريمه تاعي حطيتها في الفريغو باش تبرد مزيان. وهي كتطلع يعني كتحتاج تقريبا حتى 10 دقائق ماكسيموم ديال التطراب باليد. هنا نستمر التطريب. نضيف سكر كلاصي، سكر بودره، نحاول نطربو بسرعة. راه غير كطلع الكريمة في المتزقاد، نبدو نطرب حتى نكمل السكر اللي عندي. وانا كنطرب كيف ما كتشوفوا هي طلعات. هنا غنزيد واحد ساشية أو لا 7 غرام ديال السكر فانيلا، ممكن ديرو حتى فانيلا سائلة. ممكن تشوفوها هي طالعة، غير زعمو عليها وجربوها باليد، راه كطلع دغيا. فقط تكون الكريمة باردة مزيان، كما كتشوفوها هي عاقدة، تكون غير الكريمة باردة بزاف. غنزيد هنا سكر فانيلا ونكمل التطراب ديالي. هنا غادي نحتاج نقسم الخليط ديالي على زوج، باش واحد نخليه ابيض وواحد نضيف ليه 3 معالق نوتيلا او لاي شوكولاته ديال الدهن او حتى شوكولاته مدابه، وجوج معالق ديال الكاكاو بودره. غادي نقسم الخليط كما قلت لكم على زوج، والخليط اللي يبقى ليا بيض غادي نغطيه نحطو في الثلاجه باش يبقى شاد راسو وعاقد. غادي نخلط الكريمة مع الشوكولاتة المدابة أو الشوكولاتة ديال الدهن وحتى الكاكاو، نخلطهم مزيان يتجانسو. من بعد ما خلطتهم مزيان
هادي حتى هي حسب باب الثلاجة، بما جبت المول ديالي وفرشت فيه أصابع ديالي بودواغ اللي كنا دهنا بالشوكولاتة، سواء في الجوانب أو في القاعدة. كما كتشوفوا كل أصبع ديال الملعقة قسمته على زوج، حيت منه نصف تقريبا اللي غادي هو اللي غادي نفرش في القاعدة نكمل الستاف ديال الأصابع، وناخدو الكريمة ديالنا ونبداو نعمرو الطبقات ديالنا. من بعد ما فرشنا القاعدة والجوانب بلي بودواغ، غادي نحطو الطبقة الأولى ديال الشوكولاتة، كريمة الشوكولاتة، نسرحها ونقادها مزيان، قادو غير بالمعلقة صافي. وغادي ناخد بسكويت ديال صابلي نغطسو في الحليب بارد ونستفو باش نفرق بيه طبقة الشوكولاتة وطبقة البيضاء، كيجي لذيذ بزاف كما كتشوفوا معايا. غنبداو ندير الطبقة الأخيرة، طبقة بيضاء اللي كنت مخلية في الثلاجة، ونقادها مزيان. غادي دابا من بعد ما قادين الوجه ديالها، غادي ناخذ الكاكاو وواحد الصفايه نبداو نرشو ونغطو الوجه ابيض، نغطيوه بالكاكاو. نستعمل كاكاو حلو باش كيجي المذاق ديالو زوين. نغطيت مزيان الكاكاو، زينتها قطع ديال الشوكولاتة بيضاء، شوكولاتة سوداء حبيبات. غادي ندخلها دابا الثلاجة تشد في راسها واحد 3 سوايع، ولا خليتوها تبات كان احسن. من بعد ما جبتها هذا الشكل ديالها النهائي، كتجي زوينة في المذاق ولا في الشكل. كتجي باردة منعشة، كنصحكم تجربوها. نخليكم تستمتعوا بالشكل ديالها كيف كيجي، وتجي عاقدة. نتمنى تجربوها.